واحنا في الاكسبو دبي 2020. السلامة. الله يسلمك، احنا وصلنا بسلامة من الحفلة التنقل. معنا الانسان الالي اللي بيستقبلكم في البوابة اهو. هاي. خلصنا منطقة التفتيش ودخلنا ولله الحمد وهنبتدي مسيرتنا. وقبل ما نبدأ حابة اعرفكم على اكسبو، هو اهم واعظم حدث حصل في الشرق الاوسط وتحديدا في دولة الامارات العربية المتحدة، والمعرض ده بيتقام كل 5 سنين والاول مرة بيتقام في دولة عربية. طبعا كلنا كعرب بنفتخر ان معرض زي ده بيقام في دولة زي دولة الامارات العربية المتحدة، ارض السلام والاخوة والمحبة. ومدة المعرض طبعا بتقعد 6 شهور، والهدف منها الحفاوة والابتكار والتعاون الدولي وإظهار أحدث ما توصل إليه العالم من ابتكارات. وهنتفرج دلوقتي على الأجنحة بتاعته واحدة واحدة. كل دولة عندها أجنحة مخصصة ليها وبتعرض فيها أحدث ما توصلت إليه، وتعالوا نشوف الوضع عامل إزاي في إكسبو 2020 دبي. وطبعا الاجنحه كتير، اكتر من 192 جناح، فاحنا هنحاول نغطي لكم اللي هنقدر عليه لانه كتير في يوم واحد، فان شاء الله نحاول نغطي لكم النهارده في اللي نقدر عليه من الاجنحه دي. بقى يا محمود ساحه الوصل اللي بيقام فيها الاحتفالات، ودي لو حد ضاع بقى يوقف هنا عشان نلاقيه تاني، لانه مستحيل اتنين لو راح واحد كده واحد كده مستحيل يتقابلوا غير في النقطه دي. دي خريطه اكسبو كلها، دول الاجنحه. اوتوماتيكي اوتوماتيكي معقم الايد اوتوماتيكي. صوت الشلال ممتع. انا نازل الشلال، انا بستمتع بصوت الشلال. احنا بنستناه يكب علينا في اي لحظه يقدر يغسلني انا وياك. ده حاجه حلوه قوي. اوه شيت، عرفت بقى ده. انا خدت الزفه حلوه قوي. اهم حاجه الموبايل. لا سليم، مش تقول ان في صابون بيزحلق. فرحانه فيا انت صح؟ مش عارف، بس هي بتزحلق يعني. تخلي بالكم لما تيجوا هنا، تخلي بالكم عشان خاطر ممكن واحد يروح واقع. بصراحه المكان تحفه، مكان تحفه بامان بجد. تجربه الشلال ده تحفه 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 جدا. انا اي بنصح اي حد يجي هنا لازم يجرب الشلال ده، ولازم ياخد له الدف زي اللي انا خدته. خلاص. قاعه الوصل فيها الصوت والضوء، خيال. انت عايش في 20 30 20 40 20 50، تمام؟ مش 20 22 خالص يعني. بص شوف 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 الصوت والضوء، حاجه بسم الله ما شاء الله يعني. تقنيه عاليه من الصوت والضوء مع بعضهم. بص الصوت عمال بيلعب في ودنك من كل الاتجاهات، وانت كده كانك عايش في حلم. حلم حلم بالظبط يا جماعه والله. لا 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 لا، كتير كتير عليا. تعالى عشان نجيب الباسبور وعشان خاطر ناخد عليه اختام الدول. هلو، اكسكيوز مي، يس اي نيد وان باسبورت فور ذس فور اكسبو تو جيت ذا ستامبس. بقى يا جماعه الباسبور ده، تمام؟ باسبور الاكسبو، جواز سفر الاكسبو ده عباره عن باسبور زي الباسبور العادي، بس انت طبعا كل دوله بتخش تزورها، تمام، بتاخد الاختام بتاعتها فيها عشان خاطر يبقى انت كده الدوله دي انت عارف ان انت زرتها، وبتخليك تذكار عندك كده في البيت. هذا اخر مشروع اماراتي من عبد الله النعيمي اسمه يلا قف. هي اول منصه جمع التبرعات في العالم العربي، بابتسامه واحده بس كانكم متبرعين درهم واحد. لو حابين تشاركون ويانا بس تختارون الحمله، تبتسمون وخلاص كانكم متبرعين درهم واحد. جماعه احنا دلوقتي هنبرع بسمايل، يعني بابتسامه لسرطان الاطفال، تمام؟ يلا ناخد الصوره. شكرا للتبرع. خلاص يا جماعه احنا كده تبرعنا بابتسامه لمساهمه في علاج سرطان الاطفال محمود ومريم. تحياتنا من الاكسبو. وصلنا للجناح المغربي. ويلكم تو موروكو، مرحبا بكم في المغرب. دابا غندخلوا للجناح المغربي غنكتشفوه مع بعضياتنا، حتى انا اول مره غندخلوا فنكتشفوا حنا وانتم ان شاء الله. ان شاء الله يكون في مستوى. اول حاجه طبعا نجي انا للسكشن المغربي. شنو غنبدا به؟ شنو غنبدا بالماكله؟ فاول حاجه هي المطعم المغربي اللي موجود في السكشن. قرصه مغربيه، الطاجين، البرده زي هو.
قبل حوالي 315,000 سنة عاش في المغرب واحد من أقدم البشر من فصيلة الإنسان العاقل اللي هو بتشوفه قمت هنا. النبته ديال الكمشة كيقولوا عليها المرأة الحاملة ملي كتجي تولد الا شربت منها كيسهل ضغينا عليها. خصو الواحد يجيب بكشلي طليناه باقي ان شاء الله في السكشن الاولي وبطاريتي فصلت ما اقدرش اوعدكم انها استمر كثير يعني. هنروح دلوقتي ناخذ ختم الدخول للاراضي المغربيه. Hello, how are you? I'm good, and you? Yeah, doing good, alhamdulillah. Yeah, give me the stamp. Yes, Moroccan stamp. كده انا خدت التأشيرة خلاص يا جماعة اهو. تأشيرة المغرب. يلا. Welcome to Switzerland. اخيرا وصلنا سويسرلاند. ايوه ماشيين على على المنصة الاضواء الكاربت. عايز شويه يجوا كده مصورين. نكتشف بقى سويسرا واللي موجود في سويسرا. فاول حاجه بتستقبلنا هي ساعات الرولكس، فمعروفه سويسرا بالساعات الرولكس. كده دخلنا الحمام البخار. الله انت شايفني؟ انتوا شايفيني؟ البرفانات دي هي بتنطر برفان؟ الله انا كده بحب الانبهار، احب اخش دولة انبهر بيها، فدي من اول وانا منبهرة. انا مش عارفة اقول ايه. وده تطور التكنولوجيا في الحضانات. انا موجود معاكم يا جماعة في الفلوج ما تقلقوش، بس انا بجمع اختان. انا تخصص اختان. تخصصي اختان. سويسرا هلا والله. انت بقى تختم وتصور؟ ايه اختم واصور. ايوه ايوه يلا يلا تصوري. ايوه كده ايوه يلا وكده خدت بقى ايه؟ خدت الشنجن اهي. كده خدت الشنجن من القاهره. يسلموا. كده خدنا الشنجن بتاع اوروبا اهو. سويسرلاند. ثانك يو. وصلنا على النمسا، والنمسا توقظ حواسك. تعال نوقظ حواسنا بقى مع النمسا شويه. ويلكم تو نمسا. يلا. ثانك يو. حط ايدك. حط ايدك الاثنين كده. شوف 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 شوف. ناخد ختم من النمسا بقى. طبعا. ناخد ختم من النمسا بقى. Hello. Hi. How are you? Good. How are you? I need the stamp. Yes. Yeah. Can I stamp? Sure. Yeah. Thank you very much. Yeah. NIMSA a stamp. Hey. Yes. Wow, very good. Australia. Yes. NIMSA in Arabic. Thank you. Thank you. Bye. وصلنا الصين، والصين عندهم عرض صوت وضوء تقريبا، فهو بدأ دلوقتي. إنها قارة الصين يا سادة. ودلوقتي متواجدين عند الصين العظيمة. أول مرة أطلع سلم الفضاء. باي. أنا منبهرة بشوف الفضاء. طلع الفضاء تطلع معايا؟ أكيد جينا الصين هنطلع الفضاء، يعني أنت فكرك إيه؟ ده أسرع قطار في العالم، القطار الصيني الفائق السرعة. ودي أحدث عربية كهربائية في العالم صنعة في الصين طبعاً. أخيراً خلصنا الصين، دلوقتي هنخش على الختم وأنا اللي هختم المرة دي. Thank you. Welcome to China. Welcome to China. خلصنا من الصين، أنا اللي ختمت الجواز المرة دي، خليتش محمود لأنه هو أخده مني وقعد يختم فيه وأنا لأ، فأبو قلبي سويد أنت. مضحك. فدلوقتي نشوف اللي بعده، هنختم في أي دولة دلوقتي، في أي دولة؟ نروح على مصر. نروح على مصر؟ يلا بينا على مصر، سلموا لي على مصر. يلا بينا. احنا وصلنا دلوقتي على سكشن مصر، بس بنريح شوية عشان الطريق، وبعدين كده نكمل مسيرتنا. الدخلة كده ريحتها حلوة.
دي بقى الموميا المستضيفة جاية من المتحف المصري عشان خاطر تحضر جناح الاكسبو هنا في دبي 2020. موميا حقيقية جت من مصر تمام على طيارة خاصة في الجناح المصري. دي نسخة حديثة من القناع الذهبي للملك توت عنخ آمون. ده مستنسخ برضو حديث لتابوت فرعوني وكراسي ملكية. أنا اللي هختم. يلا بسم الله. خدت مصر. خدت الجنسية خلاص. أنا خدت الجنسية المصرية دلوقتي. ده هدخل بيه مصر. وأخيرا وصلنا بيلاروس. خش نشوف بيلاروس فيها إيه ومقدمين لنا إيه في الإكسبو 20 دبي. بيلاروس. الجناح كده في دخلته بتحس ان انت ايه بيسحبك. يعني ايه في جناح كده من دخلته تحس ان انت هتنبهر. هتحس كده ايه مستوى الشغف بتاعك هيطلع والدوبامين بتاعك هيطلع لغايه الاخر. ده بص بيلاروس عامله ازاي. تحس ان هي دوله متخططه بالورقه والقلم. نضغط هنا. هنا هنعمل عملية قلب مفتوح. هنا هنعمل عملية زراعة المخ. تقريبا في حاجة جوه هنا في مخ جوه. بس مش عارف هو بيقول لك اضغط على الزرار ده. دي محطة ضخ قوية اخترعوها. بتعمل بتاع كيرلي ليفو. وسايب لنا الكارت بتاعه عشان خاطر نتصل بيه لو احنا محتاجين المحطة بتاعة الضخ بتاعته. لو اكتشفها. اهو شغاله كمان. مالك هكعت كده ليه؟ كبير انا مش قادره خلاص. الرجلين مش حاسه بيهم. حواسي انعدمت. كتر خيري مشيت كتير وحبيت يعني شفت المجهود اللي انا عامله عشان الناس تستمتع والناس تشوف حاجه ما شافتهاش من قبل. المعلم بيضحي. وبكده وصلنا لغايه نهايه الحلقه وحلقتنا خلصت الحمد لله. بس الاكسبو للاسف ما خلصتش لان هي كبيره جدا وضخمه يا جماعه. ما قدرناش نغطيها كلها بس حاولنا نغطي لكم اماكن وبلدان نعرفها احنا. وان شاء الله كده تكونوا مستمتعين معنا في الحلقه ويعجبكم الحماس بتاعنا. احنا كنا انا كنت متحمسه جدا وانت. انا جدا والله العظيم. انا مش عايز امشي من هنا والله. قضيت يوم حلو جدا في اروع مكان في اكسبو 2020 دبي. نشوفكم الحلقه الجايه وعايزين نشوف تفاعل على الماتيريال ده لان الماتيريال والله تعبنا عليه جدا عشان خاطر نجمعه لكم. وهنشوفكم الحلقه الجايه باذن الله. ما تنسوناش من اللايك واستنونا والسبسكرايب. اللايك والشير والسبسكرايب اهم حاجه. واستنونا في حلقات جايه جديده من اماكن جديده ونكتشف لكم كل مره مكان جديد ونجيبه لكم لغايه عندكم وانتوا قاعدين في البيت. باي باي.